حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثواكم تحولت مدينه ادلب السوريه الى جغرافيا محتله من قبل الجماعات الارهابيه التي عاتت فيها فسادا وجعلت عاليها سافلها فمن جبهه النصره التي لجات الى التمويه حتى تغطي انتماءها لتنظيم القاعده واصبحت تعرف بهيئه تحرير الشام الى جيش الباديه والملاحم والحزب التركستاني الاسلامي الى داعش الموجوده في بعض الاطراف والى الجماعات الاخرى كاحرار الشام وحركه نور الدين زنكي وجيش الاحرار وفيلق الشام وجيش العزه وفصائل اخرى اصبحت ادلب كشكولا للجماعات المسلحه والمتضاربه نهجا ومسارا وتفكيرا ومسلكية وللإشارة فقد تم ترحيل 1400 مسلحا من دارية و1000 مسلحا من المعظمية و2000 مسلحة من قدسية والهامة و1500 مسلحا من التل إلى أدلب بالإضافة للمئات من حي الوعر الحمصي وحي القدم والعسال بريف دمشق ليصبح مجموع من تم ترحيلهم من حملة السلاح والخارجين على الدوله الى ادلب ما يقارب سته الاف مسلحا مع عوائلهم وتعتبر ادلب اولى المحافظات السوريه التي سقطت بايدي المسلحين الذين قتلوا فيها روح الدوله والمواطنه ونشروا فيها شريعه الغاب بدعم امريكي تركي خليجي واذا كانت سياسه حصر الجماعات المسلحه في الشمال السوري مجديه استراتيجيا لوضع الجميع بين فكي كماشه غير ان المخاطر تبدو كبيره اذا استغل الامريكي والتركي ورقه الجماعات المسلحه لتكريس اجندات جديده في الشمال السوري كما ان الرهان على المصالحه مع هؤلاء المسلحين قد لا تكون مجديه لانها ليست على قلب رجل واحد ولا منهج فكري واحد وكل فريق يتبع اجندات اقليميه ودوليه متضاربه ويبقى القول ان هذه الجماعات في ادلب ستصبح اكبر مهدد للامن القومي السوري خصوصا اذا تضخمت اطماع تركيا الاردوغانيه واستغل اردوغان صلاحياته الواسعه للبحث عن اطماعه القديمه والجديده في سوريا مستقبل الجماعات المسلحة في أدلب السورية عنوان برنامج جلف ويشاركنا في النقاش من سورية الحبيبة القاضي والأستاذ عمار بلال رئيس محكمة الإرهاب سابقا وعضو لجنة التشريع في وزارة العدل السورية ومن مصر الحبيبة المفكر العربي المعروف الدكتور رفعت سيد أحمد الذي كتب الكثير من الكتب والدراسات عن داعش والجماعات الاصوليه المسلحه مشاهدينا مرحبا بكم جميعا استاذ القاضي عمار بلال ابدا معك لكونك كنت على اطلاع واسع على ملفات عناصر الجماعات المسلحه في سوريا لماذا ادلب على وجه التحديد من اختار هذا المكان ومن حدده ومن جعل هذه الجغرافيا كشكولا لمعظم الفصائل التي قاتلت الدولة السورية. نعم. أولاً مساء الخير لك ولضيفك الدكتور رفعات ولجميع مشاهدينا ومشاهدي قناة الميادين. ولا بد من توضيح بسيط أنا كنت رئيساً للنيابة العامة لمحكمة قضايا الإرهاب. نعم. المدعي العام لجرائم الإرهاب بهذا التفصيل. بالنسبه لما تفضلت به من اختار هذه الوجهه اختارتها الظروف والمصالح والمشغلين بمعنى ان من اراد ان يفهم ما يحصل وما سيحصل لابد له حقيقه من ادراك جيد للواقع من ادراك جيد لما حصل حتى في الزمن السابق ما قبل الحرب على سوريا طبعا المشغلين مع تنوعهم كما ذكرت حضرتك أن هناك كشكول للمصالح الخارجية هي التي تدفع أو الدافع الأساسي لهذه الجماعات وهذه العصابات وبالتالي من هذا المنطلق نستطيع أن نتفهم الوجهة التي يمكن أن يتجه إليها المسلحون بشكل عام لذلك تجد من بداية الحرب على سوريا أن الحدود هي كانت الملاذ الاساسي للحركات التخريبيه والارهابيه في الجمهوريه العربيه السوريه طبعا حدود لبنان كانت عصيه وثبت ذلك من خلال الانتصار الذي تحقق في عرسال وجرودها والقلمون بشكل عام ايضا تعلم وضع الاردن الحرج للغايه ومحاولات اردن اللعب على الحبال بالازمه السوريه قدر الامكان فليس بطاقه اردن ان تكون داخله بشكل علني ايضا العراق وهو الذي يشارك سوريا في حربه على الارهاب فبالتالي كان عصيا عليهم الانتقال الى هناك تبقى يبقى الشمال السوري، الشمال السوري حدود طويله مع وجود محرض ومحرك اساسي لهذه الحرب الا وهي تركيا الاردوغانيه. طبعا تركيا الاردوغانيه كانت تمثل قبله لهذه التنظيمات فيما اذا اردنا ان نبسط التفكير الايديولوجي وعلى اي اساس وجدت وكيف تشكلت وهي ستعطيك الجواب الدقيق لهذا العشق الاردوغاني. يتلاقى هذا العشق مع اردوغان ايضا بالمقابل مع عشق اردوغان السلطوي لابد من ذكر قضيه جدا مهمه دكتور وربما من النادر ان نسمع لها انه في عام 2023 يعتبر الاتراك انهم احرار وان يدهم اطلقت من اتفاقيه لوزان المقيده للدوله العثمانيه ولذلك اذا نظرت الى الحراك التركي بكافه اشكاله ترى انه يتجه نحو اعاده ما كبلته اتفاقيه لوزان فتركيا تصرح حاليا او اردوغان يصرح انه سيفتح قناه اي بمعنى ان ما قيد به في مضيق البوسفور سيعيد له الحريه، سيعيد التنقيب عن النفط وايضا اطماع اردوغان تتجه نحو اعاده الاحتلال العثماني للمنطقه العربيه، وهذا الاحتلال كما يعلم الجميع بدا من الشمال السوري. صحيح. فلذلك ترى ان اللاعب الاساسي حاليا في ادلب هي المخابرات التركيه صح ان هناك عده مخابرات الا ان المخابرات التركيه تتواجد نعم. بشكل فاعل استاد وقوي و... استاذ عمار دعنا نتوقف عند هذه النقطه المخابرات التركيه نعم. ودورها في الشمال السوري لينتقل الى مصر الحبيبه دكتور رفعت صدر كتاب قبل فتره وجيزه عن معهد واشنطن لدراسه سياسات الشرق الادنى بعنوان لماذا استمر تنظيم القاعده بعد ظهور داعش؟ وهذا الكتاب شارك في وضعه مجموعه من كبار الباحثين في هذا المعهد المذكور وفيه يشير الى ان جبهه النصره يعترف الباحثون ومعظمهم كما تعلم من الاستخبارات الامريكيه ان جبهه النصره هي القاعده عينها غيرت المسمى لكن هي قاعده اذا تركيا حليف للمخابرات الأمريكية عضو في حلف الناتو مكرسة لأجندات أمريكا هل يمكن القول أن القاعدة في الشمال السوري وأخواتها تحت رعاية أمريكا أيضا؟ شكرا دكتور يحيى وتحية لك وللأستاذ الفاضل عمار بلال وللسادة المشاهدين أنا أظن أن القاعدة منذ نشأت وهي في رعاية أمريكية ليست القاعدة فحسب بل كل تلك الجماعات التي تنتسب زورا الى الاسلام وهي كما قلت في مواقع اخرى هي جماعات وظيفيه وليست جماعات اسلاميه اي هي بمن وظفها ويوظفها وسيظل يوظفها لمصالح لاجهزه مخابرات ودول تاتي الثالوث الامريكي تاتي الثالوث الاقليمي القطري السعودي التركي ثم الامريكي والاسرائيلي على راسها ما يجري في ادلب وتواصلا مع ما تفضل به الاستاذ بلال هو توظيف لهذه الجماعات وهي جاءت الى هذه المنطقه ودي اجابه جزئيه تضاف الى اجابته الموسعه المهمه جاءت الى هذه المنطقه لان المزاج العام للجماعات والايديولوجيا العامه لهذه الجماعات تتوافق مع في خطوطها العريضه مع بعضها البعض فجاءوا الى من يفهمهم او الى من يتماشى معهم، كل من خرج مسلحا من منطقه ذهب الى هذه المنطقه هي محافظه ادلب اجمالا وادلب المدينه على وجه الخصوص لان وجد اخوته هناك. طبعا سنشاهد بعد قليل مسرحية أو قصة أو رواية دوستوفسكي صراع الإخوة أو الإخوة الأعداء سنشاهدها حتما وهو ما تنبأ به حتى الرئيس بشار الأسد في حواره الأخير مع إحدى الفضائيات الروسية أن هؤلاء حتما سيتحاربون والمحرك الذي تحدثنا عنه الأمريكي دوليا والاسرائيلي معه والاقليمي الثالوث التركي والقطري والسعودي سيتصادمون هنا، بدات الصدامات طبعا في عفرين مع العماله بعض العملاء الاكراد الذين شغلتهم امريكا في صدام مع التركي ثم ستمتد الى ادلب حتما. اضف الى ذلك السبب الاخر ان الجيش السوري العربي السوري عندما واجه هذه المؤامره الممتده عبر سبع سنوات التي تعجز جيوش دول عظمى وليس دول اقليميه صحيح. هذا الجيش الذي ينبغي ان نوجه له التحيه الدائمه والمستمره على مواجهه معركه ينوب فيها عن مصر وعن العراق وعن دول الاقليم اجمالا هي معركه امه وليست معركه جيش ودوله وحدها ده لازم يرسخ في 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 عقل وفي ذاكره المشاهد العربي تاريخيا. هذا الجيش وجد خلال السبع سنوات ان تعدد الجبهات التي قاتل فيها تؤدي بالتدريج الى نوع من التشتيت، التشتيت العسكري. فتسهيل خروجهم وكان ممكن ان يمنعهم، تسهيل خروج هؤلاء المسلحين الى منطقه واحده يسهل المعركه القادمه، وبالمناسبه هي معركة ستهب عاصفتها أو هواءها المنعش م. من بلد في الآرامية إدلب نعم. تسمى إله العاصفة صحيح. وتسمى في الآرامية الهواء المنعش للقلب م. فأظن أن العاصفة بالترادف يعني قد تأتي لإنعاش القلب السوري بإنهاء هذه التشكيلة الإرهابية التي هي تحتل إدلب وليست تتواجد في إدلب ومن هنا فمستقبلهم مؤكد خاصة مع ظهور صراعات وخلافات بين المشغلين والذين وظفوهم منذ سنوات وبينهم وبين بعضهم البعض. هذا ما سنتوقعه خلال المراحل القادمه. نعم. أستاذ عمار بالنسبة للصراعات التي أشار إليها الدكتور رفعت هي بالفعل تماثلت ورأيناها بين جبهة النصرة وداعش من جهة بين جبهة النصرة وجيش الاسلام من جهه اخرى وهنالك ايضا سرعات ثانويه بين فصائل اخرى لكن هل يمكن ان تتوحد او توحد اقليميا ودوليا هذه الجماعات لتهدد مجددا الامن القومي السوري؟ بالتاكيد لا لنجيب على هذا السؤال لابد لنا ان نرى ماذا حصل في الفترة الماضية من محاولة، فعلا كان هناك محاولات لتوحيد الفصائل المسلحة، لكن ما يستحيل توحيدها على الأقل فعليًا هو تنوع المشغلين، يعني هم تحت الشعار العريض هم جماعات إسلامية تريد إقامة الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية وما شابه. من كان يدعي انه من ينضوي تحت شعار مطالبه الحريه وترى انه انقرض تماما ولم يعد له وجود وبالتالي ما يظهر لنا ان هذه الجماعات الارهابيه اوجدت لنفسها وحده وهميه الا وهي ما يسمى الوحده الاسلاميه لكنها حقيقه تتنوع بالتبعيات سواء الشخصيه ام تبعيات المشغلين ولذلك كما تم ذكره سابقا ان وجدنا ان الامريكان لم يستطيعوا ايجاد حلول لمعادله دعم الاكراد فرضا مع مسايره المجموعات التركيه تركيا لن تستطيع ان تتوافق مع الجماعات التي تتلقى دعما مباشرا من السعوديه، وهذا الامر كان واضحا وجليا، وخاصه بعد ظهور وتمظهر الخلاف السعودي القطري، الخلاف السعودي التركي، وبالتالي هناك استحاله حقيقيه لقارئ الوضع ولمن يعلم طبيعة هذه المجموعات أن تتوحد رغم كل الجهود وأنت تعلم والجميع يعلم كيف أن جبهة النصرة حاولت من خلال هيئة تحرير الشام أن توجد لنفسها هيئة موحدة إلا أن هذه الهيئة أيضا اصطدمت مع جبهة التحرير سوريا التي أوجدتها المخابرات التركية بشكل تقني عالي ونجد أيضا أن جبهة التحرير سوريا عانت من انشقاقات واتجه البعض إلى جبهة النصرة بمسماها الجديد إذا كل ما يشير الواقع الحالي والأيديولوجي لهذه المجموعات يعطينا قراءة بسيطة جدا على أنها تتوحد وهماً وتنفصل واقعا. وهذا كما ذكر أيضا الدكتور رفعت قبل قليل. أن الأمر المحتم. والجميع لا أعتقد أن هناك عاقلا إلا ويعلم طبيعة هذا الصراع. لأن القطعان أخي وصديقي دكتور يحيى من طبيعتها أن تتصرف بغريزيتها. رغم وجود هذا الراعي الخبيث الذكي. فلا بد لها أن تتفلت. وخاصة إذا كانت بشراسة وبهائمية هذه المجموعات، فلذلك النتيجه الطبيعيه والمنطقيه والعقليه ان صراعا مقبلا والجميع يعلم حتى ان عوده داعش من خلال بعض الاطراف ومهاجمه سراقب وكفر نبل يشير ايضا الى الى هذا المؤشر كشكل واقعي مقبل حقيقه. لا يمكن أن, يط... ان ان نستطيع ان نقول انها لن تتقاتل، وهذا ربما سيكون امرا جيدا عندما يتفرغ الجيش العربي السوري لاطلاق كما احب ان يسميها الدكتور رفعت العاصفه او الريح الطيب لعوده سوريا الحبيبه كما كانت سابقا. نعم استاذ عمار انتقل الى الدكتور رفعت، الدكتور رفعت زرت حلب بعد تحريرها ومن طريف ما رايته وما اكثر الاسرار التي اطلعت عليها ان المسلحين برمتهم في حلب كانوا يعطفون على شخص متسول فقير كلما يمرون به يعطونه رغيفا يعطونه تفاحه وعندما تحررت حلب قام هذا الرجل نفض غبار الفقر واذا به ضابط في الجيش العربي السوري الى مدى العقل الامني السوري قادر على التغلغل واختراق الجماعات الاصوليه المسلحه في ادلب وبالتالي بات لديه بنك معلومات متوفر وقادر على ان يوجه الضربه في اللحظه المناسبه وانت تعرف ان العقل السوري يتميز بالنفس الطويل الطويل الطويل. نعم طبعا من المؤكد من المؤكد ان الدوله السوريه وليس فحسب الجانب الامني في الدوله السوريه لو لم تكن متناغمه فيما بينها وقويه وقادره على امتصاص كل هذه المؤامره الدوليه الكونيه عليها لما نجحت لما حررت مع كل التقدير للحلفاء طبعا من ايران وحزب الله وروسيا الا ان كل بنائهم بنائهم جاء على بنيه الدوله السوريه صحيح و و و و ومدى قدرتها وتناغمها وتوزيع ادوار فيما بينها في هذه المعركه هذه الحرب الطويله عليها ومن هنا هذا الحلف الكبير والتي قاعدته هو الدولة السورية قادر بالقدرة المعلوماتية على أن يذهب إلى إدلب وسيذهب لأن حتى في حوار الرئيس بشار الأسد الأخير قال أنه ينبغي أن نقرأه بدقة هذا الحوار مهم للغاية لأنه يرسم خريطة إدلب المستقبلية نعم دكتور رفعت قال... دكتور رفعت عفوا حتى لا أقاطع أفكارك أمضي إلى فاصل قصير وأعود إليك مباشرة مشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا تعد جبهة النصرة أو جبهة فتح الشام بغض النظر عما تسمي نفسها أكثر قدرة وتهديدا وخطورة من داعش على المدى الطويل خاصة أنها تنشر عن نفسها بأنها التنظيم الأكثر اعتدالا ومعقولية من داعش مما يجد انتشارا واسعا وقبولا من المواطنين العاديين الذين كرهوا ممارسة داعش استراتيجية الظواهر خلال هذه السنوات الأربع كانت أكثر ملاءمة وأوسع نطاقا لإعادة بناء التنظيم داخل سوريا والعراق ففي الوقت الذي كان فيه اهتمام قوات التحالف منصبا على مواجهة داعش وتوجيه كل الضربات ضد التنظيم كانت القاعدة تعيد بهدوء قوتها العسكرية وتخبئ قنابلها في المخابئ الجديدة مدعومة بغطاء شعبي لانها معتدلة وعلى النقيض من تنظيم الدولة الاسلامية تعود اهمية سوريا بالنسبة للقاعدة لانها من اكثر البلدان التي انتقل اليها عدد كبير من قيادات القاعدة التي عاصرت بن لادن ومنهم موشين الفضلي احد اصدقاء بن لادن المقربين والذي كان حتى قبل مماته في احدى الغارات الجويه للولايات المتحده الامريكيه في 2015 يقوم باعداد نخبه القاعده وارسالها الى خراسان لينتقل بمجرد تكوين البنيه التحتيه في سوريا الحاضنه لاستقبال عناصر ومقاتلين من القاعده القادمين من خراسان فمثلا كان حيدر كركان وهو مواطن تركي وقائد كبير في القاعدة منذ زمن بعيد تمت إعادته إلى وطنه عام 2010 بتوصية من أسامة بن لادن نفسه وكانت أوامر لكركان هو بناء بنية تحتية في سوريا لتسهيل حركة أفراد القاعدة الرئيسيين وبناء المخابئ والملذات الآمنة لهم في أواخر عام 2015 قام الظواهر بإرسال سيف العدل إلى سوريا وهو القائد الأعلى للقوات والأكثر خبرة في ميدان المعارك قام بارساله الى سوريا من اجل الاشراف على مصالح التنظيم هناك وتاسيس هيكل التنظيم في سوريا مع المتابعه مع القياده الام. ولذلك فهي الان في وضع جيد نسبيا خاصه بعد الخسائر الاقليميه لداعش. وبالتالي فان الفرصه سانحه لاستعاده مكانتها لتكون في طليعه الحركات السلفيه الجهاديه خاصه ان داعش لم يعد بمقدوره التنافس مع التنظيم العجوز من حيث التاثير والوصول والقوى العامله. والتماسك. الازمه السوريه وثقافه التكفير الارهابي يتطرق الكتاب عبر فصوله الى الهويه الوطنيه والازمه السوريه وملامح ثقافه التكفير الارهابي ومواجهتها وداعش التنظيم الارهابي الاخطر ومعركه العنف والوعي والخروج من الازمه. ويقول المؤلف الدكتور حسين جمعة بمثل ما نجحت الدولة السورية في مواجهة ثقافة التكفير الارهابي التي قادتها تيارات ارهابية متاسلمة برعاية دوائر الصهيو امريكيه ونجحت في معركة الصمود البطولي والصبر والتحمل الرائع وقاتل جيشها وشعبها قتال الشرفاء الشجعان الصادقين سوف تنجح في اعاده البناء والاعمار وبناء الانسان والمؤسسات واعاده تجديد البنيه التحتيه من خلال ابتكار اساليب مستحدثه يعمل السوريون يدا بيد لانجازها في اطار الانخراط في عجله الشراكه الوطنيه للاسهام من جديد في التقدم البشري. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، من ادرك حلقتنا الان نحن نعالج موضوع مستقبل الجماعات المسلحه في ادلب السوريه. دكتور رفعت كنت تتحدث عن سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد فوقفتك تفضل في حواره الأخير مع فضائية اي تي الروسية أرسل الدكتور بشار الأسد عدة رسائل واضحة أبرز تلك الرسائل أننا لن نفرط في ذرة تراب سورية وأن إدلب هي ضرة هذا التراب السوري ولن تفرط فيها ومن هنا نعلم أن ثمة استراتيجية قادمة للدولة السورية ستذهب إلى إدلب حتما لكن بحكم ما أشرت إليه أنت في الفعل هناك أولويات في الجنوب الآن تتم إن شاء الله الانتصار فيها في درعة وحولها هناك أولويات تمت الحمد لله في تأمين دمشق وغيرها المعارك الفرعية في نهاياتها ثم بعد ذلك ناتي الى المعركه الكبرى. هذه المعركه الكبرى علينا ان نقول انها في الطريق اليها سواء بعد ايام او بعد شهور ستكون هذه الجماعات في حروب فيما بينها او على الاقل في قتل كما جرى اشارات منه فيما بينها ليه؟ لان المعطيات تقول نحن امام 59 جنسيه لمقاتلين يصل تعدادهم الى قرابه الخمسين. 50 في بعض الروايات خمسين الف وبعض الروايات اخرى عشرين الف واننا امام 128 فصيل مسلح في ادلب انا اتحدث هنا عن ادلب نعم. ال 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 القوى الرئيسيه فيها متصارعه على المال وعلى المناطق وليس على الدين على المال الذي ياتي من باب الهوى من قبل البضائع المهربه مع التركي لأن لا عقيدة لهم، هؤلاء لا سقف لهم ولا صديقة ولا عقيدة حقيقية لهم. صحيح. فهذه الجماعات التي ستتصارع فيما بينها، هناك معطيات حقيقية تؤدي إلى هذا الصراع، منها الاختلاف الأيديولوجي ال 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 أو الخلاف ال ال في الجنسيات والانتماءات، الاختلاف التنظيمي، الخلاف المناطقي، بعضهم من مناطق مختلفة، الخلاف بين أجنبي وسوري واجنبي وعربي الخلاف على المال الخلاف هذه الخلافات بين 128 فصيل اي قراءه موضوعيه تقول لك انها سيؤدي الى صراعات الدوله السوريه بصبرها وبذكائها ايضا وباولويتها ستترك الامر يمهد ثم تصبح اللقمه سائغة وتعود ادلب مطهره من ادناس هؤلاء الى حضن الى احضان اوطانها ونكون عندها امام الانتصار المدوي الذي سيعلن عنه في سوريا العربيه ان شاء الله. استاذ عمار الى اي مدى يحدث الخلاف القطري السعودي صراعا بين الجماعات الاصوليه المسلحه في ادلب، هل سيؤدي صحيح. تاجج الخلاف بين الدولتين الخليجيتين الى مزيد من التطاحن بين هذه الجماعات التي كانت دوما في خدمه الايرادات الغربيه والاعرابيه ايضا؟ لا نستطيع ان نقول ان خلاف الاشرار امر جيد للابرار نعم لكن حقيقه انت تعلم وجميع يعلم ماذا يشكل السعودي وماذا يشكل القطري وما هم حقيقه على الارض هم عباره عن اداه اخرى امريكيه بكل وهم كما قلت هم غير خجولين بذلك وهذا امر معروف بكل الاحوال هذا الخلاف بدون ادنى شك مفيد كما قلت لك لكن ما يظن البعض أنه مؤثر جدا أعتقد أنه ليس العامل الأساس أنا أحب أن أكمل أو أتم ما كنتم قد ذكرتموه وما ذكره الدكتور رفعت لتوضيح نقاط هذه المجموعات والخلاف بينها وعوامل الخلاف يعني مثلا عندما نتكلم عن الجيش الإسلامي التركستاني فأنت تتكلم عن فصيل حاليا أغلب قاداته تسعى الى تامين خروجها وفرارها سواء طبعا الى تركيا ومنه الى خارج العالم الى الدول الاخرى بمعنى هذا امر ايضا يجيب على على سؤالك الاول لماذا كانت ادلب قبله المسلحين دكتور لا بد لنا من الوقوف حقيقه ايضا على العامل الشخصي للارهابي يعني لانه في هذه الفتره ظهرت مهنه الارهابي، تعلم كانت كانت الدول الاستعماريه تستغل ما يسمى المرتزقه. الان ظهرت مهنه الارهابي. كثير من الناس تجندوا تحت هذه المهنه. طبعا هناك اقنعه وستائر يتم استخدامها لتضليل الراي العام ولجذب الشباب وما شابه وهذا حضرتك اوسعته بحثا في في كثير من 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 حلقاتك وتم تناوله بشكل عام بكثير من القنوات. اذا اذا ادركنا ان مهنه الارهابي اصبحت مهنه واقعيه ولا وخضعت حقيقه في سوريا الى نظريه العرض والطلب ووجدنا كيف ان كثير من الفصائل تبدل موقفها وفقا لمن يمولها ويدفع لها. هذا يعطينا سببا ومنطقا لرؤيه اتجاه هذه العصابات المسلحه نحو ادلب ومحاوله ايجاد موطئ قدم اخر كما كما قلتم ان هناك من يريد ان يكون له اخوه في الضلاله. لان لانه ما زال تحت تاثير فكره الجهاد وهذا امر لا نستطيع اغفاله. هناك ايضا من يدرك تماما ان هذه المهنه تحقق له مصدر رزق وفير واموال كبيره ولذلك كما سمعنا مؤخرا ان البويضاني قد اصبح يقاتل في اليمن اي انه بحث عن مكان اخر يستطيع أن يقيم فيه زعامة محلية ويزيد من دخله الدولاري أيضا لا لنا أن نقول أن إدلب وموقعها دكتور مهم جدا إدلب تعرف أنت هي حاليا شمال في الشمال الغربي لسوريا وهي متاخمة لحلب ولواء اسكندرون واللاذقية وحماة وبالتالي من اراد الانتقال الى العالم او دار الكفر كما يسميها لانه هو بشكل او باخر ساع لها، ساع لها اما للرفاهيه بعد ان يكون قد امن دخلا يعطيه حياه رغيده في هذه الدول او ساع لاتمام فكره الضلاله باقامه الخلافه الاسلاميه في اوروبا. وهذا بالمناسبة دكتور ووفق الخبرة التي نمتلكها، رأينا أن كثير من هؤلاء الإرهابيين يدركون تماما تبعيتهم للغرب، ويدركون تماما أن تلاقي المصالح الآنية بينهم وبين الغرب يسمح لهم بوضع أو تشابك الأيدي لأجل الهدف الأقصى، يعني يستطيع الغرب أن يقنعهم. انكم ستحققون دولتكم في بلادنا وأشير هنا بالتحديد إلى المخابرات البريطانية لأنها صاحبة دور كبير في التنظير الأديولوجي لجميع الفصائل والجماعات الإرهابية المسلحة من أيام الأخوان المسلمين وربما الدكتور رفعت المتابع لهذه الحركات في مصر يعلم عندما من الذي أسس ووضع الأديولوجيا والفكر الإخواني أستاذ عمار لذلك نعم. تجد أستاذ عمار في أخوان. هذه النقطة تحديدا إذا سمعت اذا سمحت نعم. في هذه النقطه تحديدا يعني اذا هذه الجماعات وأشرت الى الاخوان المسلمين وقبل ذلك نعم. ايضا كان لهم دور كبير في انشاء الحركه الوهابيه وغيرها يعني ثبت ان الحركه الاصوليه خير ورقه يستثمرها الغربي في بلادنا اذا دكتور رفعت لماذا لا نقول ان موات هذه الحركات لما يحن وأن المصل الأمريكي جاهز، أخفوا أبا بكر البغدادي أخذوه إلى تركيا ومن تركيا إلى نيوجيرسي، هم بصدد خلق شخصية أفظع من البغدادي، في العراق نرى كيف تتشكل نوايا داعش هنا وهناك إلى درجة أن رئيس الحكومة العراقية أوعز بضرورة ملاحقة الدواعش الذين خطفوا الكثير من المدنيين في خط طريق كركوك بغداد. هنالك انتعاش ايضا للجماعات الاصوليه في اكثر من منطقه ليبيا على سبيل المثال سيناء التي خصصتها بكتاب كامل دكتور رفعت لماذا لا يقال ان الغرب صحيح يتعاطى مع هذه الحاله الاصوليه كانها ايله للموت لكنه يملك امصال الاحياء وسوف يعيد احياءها وخلقها بطريقه جديده نعم تحليلك صحيح يا دكتور لأن هذه جماعات كما قلت في بداية حديثي جماعات وظيفية وأكبر وأهم من يوظفها هو اللاعب الأكبر وهو اللاعب الغربي على وجه التحديد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وملحق بهما بريطانيا فرنسا إلى آخره وهؤلاء يستخدمون هذه الجماعات لتحقيق أكثر من مكسب ويضربون أكثر من عصفور بحجر واحد من بين هذه المكاسب اولا اولا تفكيك الدوله واشغال الجيوش المركزيه في هذه البلاد هذا ما يجري في مصر في سيناء هذا ما يجري حتى لو كانت على علاقه طيبه بتلك البلاد لان هناك اهداف استراتيجيه واهداف تكتيكيه ومرحليه يعني صحيح. من الاهداف الاستراتيجيه ان تشغل هذه الجيوش وان تستنزف وأن تستنزف تلك البلاد لكي تظل تحديدا لا هي راكعة ولا هي واقفة هي منحنية لكي يتم توجيه توجيهها وابتزازها باستمرار هذا ما يجري الان في سوريا يجري في اغلب البلاد الرئيسية والمركزية. اثنين حماية الكيان الصهيوني من هكذا دول عندما تتوحد سوريا تاريخيا وانا شاهد عيان على ذلك وشهادتي شهادة حقيقية كانت هي الحاضنه العربيه خلال التسعينات والثمانينات والتسعينات والالفيه الاولى لاغلب حركات المقاومه العربيه. وهي الحاميه لها بيوت من خان او او تنكر للجميل من قيادات لحركات مقاومه كانت في داخل فلسطين وذهبت الى الشام كانت تحمي بالأمن القومي السوري فهو صحيح. شريك في صحيح. كل عملية استشهادية تتم صحيح. في فلسطين حتى هذه اللحظة. آه هذه الدولة آه إسرائيليا كان مطلوب الثأر منها وهو ما جرى خلال السنوات الماضية فإذا هذه وظيفة من يؤدي هذه الوظيفة خير من يؤديها هم هؤلاء هي هذه الجماعات الوظيفية وليست الجماعات الإسلامية. لكن انا اعتقد أن السحر سينقلب على الساحر بمعنى أن هذه الجماعات وفق أيديولوجيتها المتطرفة لا تعرف اللون الرمادي، هي تعرف أبيض أو أسود، لا صديق لها ولا سقف لها في تكفير أو في إرهاب، ومن ثم ستنتقل حتما وهي انتقلت طبعا عبر السنوات الماضية، لكن سيشتد الأمر عندما يضرب عش الدبابير لأن كل هذه الجماعات تجمعت في عش واحد وهو إدلب، وعندما تهرب الى الخارج عبر, عبر المعابر ومعبر باب الهوى التركي على حدود مع تركيا على وجه الخصوص سوف تذهب الى تلك البلاد حتما ثمانية 58 جنسيه هؤلاء سوف يذهبون او جزء رئيسي منهم واحنا عملنا في برنامجك حلقه صحيح. عن العائدون عن, عن الدواعش العائدين صحيح ف وكانت في تقديري كانت حلقه مهمه هؤلاء سيمثلون خلايا نائمه وخلايا يقظه عند إذن سوف سوف ينقلب السحر على الساحر فما تصوروه هم الغرب أنه من حيث يوظفهم وهو حتما سيظل يوظفهم لتحقيق ابتزاز نفطي وابتزاز في التسليح وابتزاز لحماية الكيان الصهيوني وتفكيك للدول المركزية كل هذه الوظائف في المقابل سوف يكون هناك شط جزء من هذه الطيارات بشكل أو بآخر سوف تؤلم الغرب وسوف و... 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 تنقلب عليه لأن هذا هو قانونها هذا هو قانون الإرهاب أدرك الغرب ذلك أو لم يدرك وفي ظني أن ذلك سيكون قريبا على, على وجه التحديد سيكون قريبا إن هذه الجماعات في, في تقديري إذا صدقت النوايا لمقاومتها عليها وهنا أنا أتحدث عن الدول العربية قبل الدول الغربية عليها أن تتعاون بوضوح مع الدولة السورية لإنهائها وإنهاء ظاهرتها أو على الأقل إضعافها لانها ستكون تلك الدول اول المكويين واول المضارين من تلك الجماعات. استاذ عمار بلال من الكتب المهمه التي صدرت اخيرا كتاب الازمه السوريه وثقافه التكفير الارهابي لصديقنا الدكتور حسين جمعه. وهنا السؤال الاساس: نحن ذاهبون الى النصر يقينا نحن في سوريا منتصرون او منتصرون منتصر. لا خيار اخر. وبالتالي أريد أن أسأل حلب عندما تتحدث عن حلب وتقرأ تاريخ حلب في الموسوعات العربية سوف تلامس الفكر الوطني الفكر المقاوم الثقافة الحرة أول جريدة عربية قبل مصر نشأت في في حلب وحركة عبد الرحمن الكواكبي والزوايا الصوفية في حلب الشمال السوري حما أيضا كانت أرض الفكر البعثي زكي الأرسوزي وغيره كيف سجل التكفير هذا الاختراق في نسيج كنا نخاله وطنيا عربيا حضاريا عقلانيا السؤال جميل جدا 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 حقيقة أخي يحيى أنت تعلم أن الحركة الدينية بشكل عام وأسمح لي أن أسهب قليلا هنا بتاريخ المنطقه وكيف تم الركوب هذه الموجه انت تعلم وجميع من يقرا التاريخ يعلم ان الاحتلال العثماني عندما دخل هذه المنطقه دخل تحت ستار الدين صحيح. وكلنا يعلم كيف أن الخلافة العثمانية عانت من قضية أنهم ليسوا عربا بحكم أن متأصل بالفكر الأيديولوجي العربي أن الخلافة في قريش ولهذا تجد أن المشغل لداعش ما سمي داعش اردف بمسمى الارهابي ابو بكر البغدادي القرشي لان سيدنا عمر الفاروق عندما احتج على الانصار في سقيفه بني ساعده قال لهم اما سمعتم رسول الله يقول الخلافه منا الامراء ومنكم الوزراء والخلافة في قريش فبالتالي كان لابد للاحتلال العثماني من تظهير نفسه لكي يكون قادرا أن يتسلط وولي أمر المسلمين العرب ووجد ضالته وقت ذلك في فتوى لأبو حنيفة النعمان الفارسي لا ننسى ذلك أيضا حيث استطاع أن يقدم أو أن يقول أبو حنيفة أن يجوز أن تجوز الولاية أن تكون للمولى المسلم غير العربي، وهذا الأمر دكتور من المهم جدا أن نرى كيف أن الدولة الصفوية استطاعت أن تتملص من هذا التيار بذكاء شديد عندما تم استقطاب بعض رجال الدين من النجف الأشرف وإحداث قوم وبالتالي تم تغيير مذهب الدولة الصفوية بالكامل من أجل الخروج من لعبة الاستغلال الديني الاستعمار والاحتلال العثماني لبلادنا وخاصة بلاد الشام دام ما يقارب الأربعمائة عام أوصل الناس إلى كفر بهذا المنهج أو التزوير الإسلامي ولذلك نجد ظهور الحركات القومية التي انتشرت كما تفضلت وذكرت الكواكبي كان أحد رواد النهضة القومية صحيح. وبالتالي ظهر أيضا لا ننسى المفكرين الذين فيما بعد كانوا جميعهم أساس لظهور الفكر القومي العربي بشكل أساسي كما ذكرت انت كيف تمظهر مثلا حزب البعث تجد ان قياداته ومنظريه هم عباره عن طليعه ثقافيه كانت ضد الفكر الديني ولذلك نجد ان بهذا الوقت ان التيارات الدينيه كانت تنحسر امام طغيان الفكر القومي والفكر العروبي بشكل كبير جدا واستطاعت هذه التيارات ان توجد لها موطئ قدم في كثير من الدول العربيه يعني بالمحصله كان البعث هو الحاكم في سوريا كان البعث هو الحاكم في العراق كانت الحركات التحررية لا تنسى الزعيم العربي الكبير جدا والقومي جمال عبد الناصر لا ننسى دعم وانتصار الثورة الجزائرية لا ننسى ثورة الفاتح في ليبيا لا نستطيع أن ننسى كل ذلك وبالتالي كان في هذا الوقت مد حقيقي للفكر القومي بذات الوقت كان هذا يشكل خطرا على الوجود الصهيوني المبني على فكره العقيده الدينيه. وكان لابد هنا لهذا الاخطبوط او لهذا السرطان من ايجاد بيئه، لذلك يجد اي قارئ بتمعن بسيط ان كل ما يجري في المنطقه لاعاده احياء الفكر الديني الذي يقدم اسرائيل كنتيجة طبيعية في نسيج هذا الوطن وكل حقيقة وكل المفكرين وأنت منهم والدكتور رفعت منهم لا يوجد مفكر عربي إلا ويدرك هذا التفصيل الدقيق لأن كل التمظهر الإسلامي هو خادم حقيقي أستاذ للوجود عمار. نعم أستاذ عمار أحسن الصهيوني. وبالفعل لكأن الانتصار السوري المدوي سيعيد الحيوية إلى الفكر العروبي والقومي وذلك قرار يجب ان نتخذه ايضا. دكتور, دكتور رفعت طبعا دكتور الانتصار دكتور رفعت سوف يؤذي البعض في في ادلب لان فقيه الجماعات الوصوليه والنصره تحديدا الشيخ المحيسن السعودي لديه 18 اما وجاريه من المستضعفات السوريات التي تملكهن، فطبعا كيف ترى سيناريوهات الحل الان؟ هل سيكون هناك حل بالمصالحه؟ حل بالإجهاز العسكري أم ستكون هنالك تسوية ما تركية سورية برعاية روسية يعني أنا في تقديري ستكون عملية مركبة من أغلب هذه العناصر يأتي في مقدمتها الانتظار وتصفية الأوكار الأخرى في الجغرافيا السورية وتطهير الجغرافيا السورية وصولا الى الى هذه المنطقه التي هي يعني ستكون بدايه النهايه لتطهير سوريا من منهم جميعا فسنشاهد في تقديري خلال السيناريوهات القادمه اولا صراعات فيما بينهم وهذا سيؤدي الى اضعاف والى ارتباك وتشتيت وهذا يعني يصب في مصلحة المعركة الأكبر سنشاهد خلافات بين الرعاة الإقليميين وبالتحديد الراعي القطري والراعي السعودي القطري معه أيضا التركي سنشاهد هنا صراعات الأمريكي والإسرائيلي في ناحيتهم أيضا سيختلفون مع بعض الرعاة الإقليميين إذن سمت خلافات السيناريو الثاني وهو الحصار التدريجي لإدلب وهو بالتأكيد سيكون صعب الحصار لكن حصار المسلحين سيكون أسهل لأن في لديك أكثر من جبهة ستكون مفتوحة على هذا الحصار ووجود معبر باب الهواء يصعب نسبيا الحصار الكامل لان هو منفذ من منافذ الارهابيين والمهربين الى الجانب التركي. لكن على المستوى المحيط لادلب والمحيط لها سواء من حماه او اللاذقيه او شرق او حلب فانت امام ارض سوريه حقيقيه يسهل من خلالها فرض هكذا حصار وعلى هذه الجماعات وليس على المواطن لأن إدلب بها حوالي مليون ونصف مواطن سوري العشش الإرهابيين لا تتجاوز في التقديرات إلى عشرين والبعض طبعا بيبالغ صحيح. أصل إلى خمسين ألف لكنها ليست أكثر من ذلك سهل إذا حصارهم وفي كسيناريو آخر السيناريو العسكري والضربات القادمه وارد طبعا بالتاكيد وهو الجانب الاخير والمهم لكن انا في تقديري ان الدوله السوريه غير متعجله في استخدامه لانها تطهر باقي المناطق من ناحيه ولان هؤلاء يتصارعون فيما بينهم من ناحيه اخرى هؤلاء الذين بس اضيفك على كلام ما تفضل به الاستاذ عمار هؤلاء زلينا الذين يتوسلون باسم الجماعات والاسلام واسماء الصحابه والتابعين حتي تكاد يا دكتور نعم. يحيى تكاد اسماء الصحابه والتابعين والمناطق الاسلاميه تنفذ للأسفر. من كثره استخدامهم لها صح. هؤلاء ارهابيون بالاساس صح. وليسوا جماعات لا إسلامية و... ولا علاقة و... لها ولا يظلون إرهابيين دكتور رفعت سيد أحمد من مصر الحبيبة شكرا جزيلا لك القاضي العزيز عمار بلال من سوريا الحبيبة المنتصرة شكرا جزيلا لك مشاهدينا وصلت حلقتنا إلى تمامها إلى نلقاكم هذا يحيى أبو زكريا استودعكم الله الذي لا تضيع أبدا ودائعه